صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النفساء إذا مات عنها زوجها وهي في نفاسها هل عليها عدة؟ نعم بلا شك، لأنها زوجة. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا مات زوجها وهي في النفاس تعتد 4 أشهر 10 أيام لهذه الآية. إنما لو مات زوجها وهي حامل ثم وضعت الحمل فهذا اختلف العلماء، هل تخرج من العدة بالوضع بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو لا بد من 4 أشهر و10 أيام بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، إلى آخر الآية. العلماء مختلفون في هذا على قولين. إذا كانت مات زوجها وهي حامل فالخلاف فيها، أما إذا مات زوجها بعد ما وضعت فإنها بالإجماع تعتد 4 أشهر و10 أيام. نعم.